السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، اليوم جبت لكم موضوع على الحضانة ديال الوليدات، شكون اللي داهم، سميرة ولا الأب ديالهم يونس. المهم قبل ما نخليكم مع هذا الموضوع، لا تنسوا الاشتراك واللايك في القناة والضغط على الجرس باش تفصلوا كل جديد فضلا وليس أمرا طبعا. إخواني أخواتي، توصلنا بواحد الفيديو ديال سميرة كما غتشوفوا في باقي الصور في الفيديو. الأخت سميرة قالت كانوا على شوية وغياخدوا لها الوليدات ديالها وما تبقاش تشوفهم، وكان غادي يحرمهم منها، حرمها من 10 سنين حياتها وهي كتدمر وتخدم عليه وكتتامر عليه، وفي الأخر بغي يحرمها من ذاك راس المال اللي طلعت به مع ذاك الراجل اللي هما وليداتها. حتى هما ما بغاش يخليهم ليها، كان غادي يحيدهم ليها ويبقى يحرق ليها قلبها عليهم مع داك السريسرة، داك الرخيصة، ماشي السريسرة ولا حتى سارة، سميتها الرخيصة، لأن الإنسان اللي رخيص كيتدخل فيما لا يعنيه وكيبقى يبان أنه وكيبقى يعطي في الرأي ديالو ويبقى يبين راسو أن داك المرأة اللي هو مزوج بها كيف والو، ولكن هي أحسن منها. ما عرفتش على لا السريسرة انتي باش أحسن منها، انا غادي نقول لك من المنبر اللي عطاك الدل، انت كتبقاي وحده رخيصه بالنسبه ماشي غير للشعب المغربي وانما الدول العربيه كلها ساخطه عليك وكلها كتفل عليك وكلها كتقول لك الله ينالك لانك انسانه رخيصه جدا جدا. المهم بغى يضحك على سميرة وبغى ياخذ ليها الحضانه ديال الوليدات وعياي باش يطيحها في واحد الفخ، ولكن الحمد لله ربي كبير. سميرة صدقت لالا ومولاتي وبعقلها وكتوزنها من بعيد، يعني كتحس الحساب ديالها من بعيد. سميرة رحلات كما شفتوا في الباقي ديال الفيديوهات، رحلات بسبب واحد المشكل كان واقع ليها اللي هو داك يونس، داك الخبيث كان داير ليها العساس، بزاف ديال الرجال كانوا كيجيو وكيحضيوها وكيراقبوها، فسميرة الحمد لله عقت بهم ورحلات. هذه وحده. ثاني حاجه، فاش داك السريسرة مشات للمحكمه لاخر جلسه ديال الطلاق باش زعما كاينه هادشي كله غير باش تفقس سميرة باش تفهم داك خيتي، واللي ما بغاتش هي تفهمه ان سميرة داك الانسان ولات كتشوفه كشيطان ماشي كزوج، ما بقاتش كتحملو حتى تشوفها فيه، ما بقاتش كتبغي تشوفها. ثاني حاجه، ان سميرة الحمد لله دائما فقصه ودائما مطعنه، ولا لاحظتو هو اللي تبدل في الفيديوهات، ولا ضعيف ولا كحل ولا حالته حاله، كمرته زراقت وجهه ولا بحال ما عرفش شنو، ولا ضعيف، ما بقاش داك يونس اللي مربي الكرش والكتف على سميرة. المهم الحمد لله، الله سبحانه وتعالى فاش كيكون كتب شي حاجه لشي واحد راه واخا العالم كله يدبر ويبقى يحفر ويبقى يدبر باش يطيح داك الانسان، ولكن في النهايه داك الانسان الا كان ربي ما مكتبلوش داك الحاجه راه ما غاديش يشدها، راه الله اللي كيعطي والله اللي كيحيد، ماشي بنادم وماشي المحسدين ولا المغيرين ولا اللي كيبغيو يريبوا الناس. كما كتشوفوا مسكينه كانت كتقول كانوا غادي يديو ليها ولادها، الحمد لله انهم ما داوهمش ليها، اللهم لك الحمد. كنتمنوا لك اختي سميرة ربي يغلبك عليهم وربي ان شاء الله يحفظ لك وليداتك، وكما قلتي في واحد الفيديو ان القطه محافظه على وليداتها ومغطيه عليهم ومحضنه عليهم، وهي بغات غير تقيسهم دارت يديها عليهم، القطه ما خلاتش سميرة حتى تقيس لها الوليدات ديالها، لان الام هي اللي كتحضن على الاولاد والام هي اللي كتجمعهم والام هي اللي كتحن عليهم. يكذب عليكم الكذاب واش يحن عليهم لا العمه ولا الخاله ولا العم ولا الخال ولا حتى واحد، ولا الجده ولا الجد، راه الام الواحده حتى من الاب ما كيحنش فيهم. اخواني نقول لكم انا وصلت لاخر الفيديو ونقول لكم الى اللقاء.